مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند فاطمة. فاطمة عندها 34 سنة، كتعيش في منطقة الرحمة بالدار البيضاء. فاطمة ما بها ما عليها، كتلقى في الدار عندها جوج وليدات صغيرين. دخلت بها الدنيا، كيفاش؟ تبعوا معايا. فاطمة القصة غريبة، جيتي لقيتي جوج وليدات عندك هنايا، عاودي لي هاد الولاد كيفاش وعلاش وفين هما والديهم؟ أنا هاد الناس هادو السيد صاحب خويا، يعني ما بيني وبينهم شي علاقه اللي هي هذا، ولكن شنو نقول لك سيدي، لا اله الا الله. هاد السيده هادي كانت خدامه معايا، واليوم انا ما عرفتش السيده اشنو واقع ليها. السيد راجلها تيقول بان السيده راه هربات مع شي حد. انا هاد الشيء هو اللي ما بغاش يدخل لي لراسي، وما بغيتش هاد الوليدات يضيعوا، لحقاش هما ضايعين وانا ضايع. واليوم تنترجى الناس يوقفوا معايا على حساب هاد السيده هادي. نعاود نويك من الاول بعدا باش نفهموا. دابا هاد السيد هذا هو صاحب خوك، مجوج بهاد البنت. هاد السيده صاحبتك انت، خدامه معاك، جيرانك، جا لعندك حط لك الاولاد. شنو قال لك؟ كيفاش تخلات الاولاد ومشاو وهي ما كايناش دابا شهر، ما عرفتوها ميته ولا حيه. جا لعندي دق عليا، جاب لي واحد الساك ديالهم حطوا لي، قال لي انا جاي نقضي واحد الغرض وغادي نرجع باش ندي الساك. صافي ما بقيتش شتو، دازت واحد المده حتى تنتفاجئ بان السيد جاب لي الدريات حطهم لي وزاد. لقاو في الساك الاولاني، الساك اللي جاب لك ديالها، علاش جاب لك هذا الساك؟ فيه الحوايج ديال الدريات. قال لي يا رب انني انا راني بغيت ندي هاد الحويجات للدريات البرنوطي، كنحطهم عند واحد السيده تما كاين، على حساب ما عاود ليا هوايا منين مشات تمهم وقال لك راه تخلات عليهم وزادت وهذا. خلت دريت عند واحد السيده في البرنوسي وجاب لي انا الساك، قال لي خلي عندك، راه انا هذه هي طريقي ملي غنكون نازل البرنوسي، راني غادي نطرقك ونهز الساك ونديه للدريات. نعم هذا الساك الاول. هذيك الوقيته انت بحكم صاحبتك وكتعرفيها وكتقولي ما تخلاش على ولادها، ما عيطتيش ليها في التليفون تسوليها؟ عيطت عليها، مشكله تنعيط عليها، ما دخلاش الواتساب، الابي العاديه ما تتجاوبش فيها، يعني نهار بعد نهار تيدخلني الشكوك. من بعد عاود رجع عندك هو ويحط لك الولاد، ما كنتيش خلوهم لولادكم؟ مشى. انا كنت خدامه، كنت خدامه، يعني جيت دخلت تفاجات بالدريات، يعني تحسبني عادي، الامور عاديه، غادي يرجع في العشيه ولا غادي يديهم ولا هذا، ما كنتش متوقعه غيزيد، يعني الامور غتكون كبيره حتى لهاد الدرجه هذه. المهم عليناش، حط لي الدريات، مشى حط شي ماند ديالهم وداك الشيء، لقى غير ولدي الصغير ما عارفش وهذا، حط لي الدريات ومشى. صافي انا بقيت نتسنى، يعني كنت نقول غيجي غيجي غيجي، بقيت نتسنى ما جاش ليهم. اليوم بعد اليوم تدس مده الشهر، تنقلب على النمره التليفون ديالو، حيت انا ما كانش يعني ما عنديش به هو شي علاقه، كانت مرتو كانت طلبتني على الخدمه وخدمتها معايا. صافي بقات ديك العلاقه ديال بيني وبين مرتو، كانت خدامه معايا، والمشكل الكبير هو مرتو ملي كانت خدامه معايا التخلصه ديالها ما تخلصتش في هذا، هو اللي تيزيد يحاول يدخل لي الشك. انا اليوم يعني اليوم بغيت نوصل الصوت ديالي. نوصلوا الصوت، نمشيو بعدا نفهموا الموضوع. من خلالك الساك، الساك اش فيه؟ الساك فيه شي حوايج، اش غنقول لك، شي حوايج اللي ما تيتلبسوش كاع نهائيا، يعني فيه شي حوايج مقطعين، شي حوايج اللي ما غاتدعيش ضروره تخشي حوايج في الساك. فين هي الحل المدنيه وعقد تاع الزواج؟ داكشي خلاه لك؟ داك الشيء جابوا لي في الساك الثاني ملي غيجيب الدراري، جابوا معاه حوايجهم الاخرين. منين جاب لي الحوايج والدراري ولاحم وداك الشيء، انا كنت نبدل الدريه تنقلب لهم على حوايجهم، تنقلب في الساك، تنتفاجئ بالحاله المدنيه والقعد ديال الزواج ديالو هو ومرتو. صافي من تما كاين بقيت معانيه مع الدريات وهذا، اليوم غدا اليوم غدا، مشيت درت ديكلاراسيون ديالي عند الكوميساريه وداك الشيء. ما شنقول لك، ما كاينش يعني شي، ما كايناش شي اقبال ولا شي حاجه اللي غنقول، شي مساعده صدرات ولا ما كاينش. يعني قلت لهم شنو واقع، شنو كاين، يعني انا راني مخلوعه، راني انا غنولي، انا غنولي انا عرضه للشارع، لا انا ولا ولادي ولا هما. دابا هما عرضه للشارع في اي لحظه، وتا انا راه كذلك ومثال، تا انا في اي لحظه غنولي تا انا عرضه للشارع، انا ولادي. اليوم تنطالب حل. انا بقى معايا، خلي الحلول هما الاخرين، غنفهموا بعدا. ما عرفتك متعصبه معصبه، وانا غنمشيو شويه بشويه نفهموا. ها صبر ان شاء الله ويجعل الله خير، ما تبكيش، راه يجعل الله خير. علاش عرضه للشارع؟ يا كنتي مشيتي للدائره الامنيه وبلغتيهم، قلتي لهم بالله هاد السيده هادي راه مرت فلان، راه جا عندي خلى لي جوج ولاد، والسيده ما لقيناش لها الاطار شهر، وانت قلتي خدامه معاك وقلتي لي مستحيل هذيك تفرق ولادها. مستحيل مستحيل السيده شي ام تخلى على رضيعه.
يعني مستحيل. انا صيفط معرفتي بها، يعني داكشي اللي راك عارف ان العيالات ملي تيتلاقاو يعني تيجبدوا وليداتهم. انا ما جاتني فيزار بان داك السيده غتسمح في وليداتها. من بعد مشيت للكوميساريه عاودت لهم هذاك الشيء اللي كاين، قلت لهم انا راني ما قادرش على المسؤوليه، انا راني خدامه على وليداتي. اليوم غدا ولا بعد غدا الدري شي وحده في الدريه تطيح ولا هذا، ونتحمل المسؤوليه ديالها، وليت انا مخليه وليداتي عرضه للشارع. قال لي سيري حتى يبانوا والديهم. قلت له ديروا غير معايا حل. السيده انا راه ما عارفاش فين كاين، ما عرفتش واش حيه ولا ميته، يعني ما يمكنش ام غتخلى على جوج دريات وصيغتو داك السيده خدامه على وليداتها، ما يمكنش تخلى عليهم. دوك الوليدات شحال في عمرهم؟ الدرية الصغيرة عندها عام وثلاث شهور والأخرى عندها عامين. خلاهم لك وزاد؟ خلاهم ليا وزاد. ما حاولتيش انت تقلبي في الناس اللي كتعرف فين هي البنت؟ شنو المعلومات اللي قدرتي توصلي ليها انت دابا على هاد البنت، فين هي؟ انا المعلومات اللي واصلها حاليا دابا انا في الحياة ديالي مع هاد الناس من نهار اللي عرفتهم، انا شاكة في شي حاجة اللي ما طبيعيش في هاد القصة هادي كاملة. يعني ما يمكنش ام غتخلى على وليداتها بهاد الطريقة هادي، ويعني وغيدور هاد الحوارات كاملة. يعني هادشي راه باين، يعني ما مفهومش القصة ديالو، ما مفهوماش. انت ما سولتيش عليه هو فينا هو فين؟ سولت عليه الناس كاملين، سولت عليه صحابه، سولت الجيران، سولت الناس كاملين غيشوفوني غادي يعرفوني بانني انا مشيت عندهم وسولت عليهم. وش نقولك، الناس كاملين تعيطوا في التليفونات، ما كاينش اللي باغي يجاوبهم، ما تيجاوبهمش نهائيا. انت شفتي المرة طلعت عنده ما تيجاوبش، حتى خواتاتي عايشين برا وداكشي تعيطوا لي وداكشي ما تيجاوبهمش نهائيا. بحكم انت العلاقة ديالك مع هو ومرتو، كي داير العلاقة بيناتهم؟ انا دوك الناس انا ما بيني وبينهم حتى شي علاقة. العلاقة الوحيدة اللي كانت بيني وبينهم هو كان صاحب خويا، وهي بحكمها مرة كانت تشوفني تنخدم على وليداتي، قالت لي عافاك الا ما شوفي لي شي خديمة وهذا. انا ماشي هذا السؤال اللي قلت لك، انا نعاود نقادو معك. العلاقه ديالو مع بعضياتهم، كي دايرين هما مع بعضياتهم؟ واش الصداع، واش الكواليت، واش مصفيين الامور، واش كي داير العلاقه ديالو مع مرتو؟ انا الحكم معرفتي بها ملي كانت تتعاود ليا، راك عارف ملي تتلاقاو العيالات مع بعضياتهم تتعاود ليا. لكن المشاكل الضغوطات بزاف بين العلاقه ديالها هي وياه، يعني كاين يوميا صراعات بينها وبين راجلها، يعني شي حوايج اللي ما مفهومنيش في العلاقه ديالهم. يضربها هو؟ توصل الضرب صراحه، ما على حسب داكشي اللي كانت تقول لي. اما انا ما تنكونش معاهم، ما تنشوفش بعينيا. انت ما تعرفي والديها؟ ما تعرفي والو؟ ما تنعرفهمش انا بتاتا. انا دوك الناس ما بيني وبينهم غير الخير والاحسان. العلاقه الوحيده اللي كانت تجمعني بيني وبين دوك الناس وهو كان صاحب خويا، وهي كامره جات طلبت لي على الخدمه وخدمت معايا من تما كاين، يعني عرفتها صافي، وعرفتها بان داك السيد راه ما تسمحش وليدات. شحال دابا لقيتها باش خلى لك هاد الاولاد؟ دابا راه تقريبا شهر. ما عمره سول عليهم. وهي ما عمرها بانت. هذا هو المشكل، اللي انا يوميا مرضت نفسانيا من جهه هذا الموضوع هذا. يعني راه ما يمكنش ام تسمح في وليداتها بهذيك الطريقه. انا اللي تنجي نفكر في الموضوع وتنجبد هذا الموضوع وتنهذا ونلاقيهم، تنقول ما يمكن السيده ما جات سولت على خلاصه فاش كانت خدامه. يعني تقطعت اخبارها، ما بقى بان لها اثار. يعني السيده ما فهمتش انا واش تقات الارض وبلعاتها، ما بقيت فهمت حتى شي حاجه. شكرا لك يا ربي. تبان اسم، شنو سميتها هي؟ نورا عندها 24 عام. عندها 24 عام، سميتها نورا. وتنتمنى من الله سبحانه وتعالى، وتنتمنى من الناس يعاونوني، حيت انا هذا الشيء بزاف عليا. وهاد السيده انا ما عرفتش انا هاد السيده المصير ديالها اشنو، واش عايشه، واش ميته، واش ما عرفتش انا هاد السيده فين صاده. انت عندك ربعة الاولاد وتزادوك جوج هي سته. انا عندي ربعة الوليدات، عندي ربعة الوليدات يتامت الحيين. يعني من لما جبت اليوم انا قوت العيش ديالهم ما كاينش اللي تدق عليا، وانا تزادوني جوج الوليدات وربي لي عالم بيا. هو عارفهم، هو عارف العيشه ديالي وهي عارفه. ما يمكنش هي غتكون عارفه الوليدات عندي وغتسمح فيهم، حقاش هي عارفه العيش ديالي كيفاش داير. المهم انت مشيتي بلغتي. مشيت بلغت لعل وعسى هاد الناس يوقفوا معايا، ومني غيسمعوا بحال هاد الهضره هادي غتكون يعني شي حماس وشي خدمه وشي هذا، وغيكون ملي مشيت ما لقيت حتى شي رده الفعل اللي هي مزيانه. بالعكس انا مشيت وليت انا باكيه على شي حوايج اللي انا ما متوقعاش غيسولني عليهم كاع نهائيا. علاش؟ عاودي ليا. فحال مثلا قلت ليه راه هاد السيد راه سمح في وليداتو، قال لي واتي شديتيهم من عنده. قلت ليه سيدي غير فهمني، اعطيني غير دقيقه من وقتك باش نشرح لك باش تفهمني. قال لي لا ما كاينش، سيري تيبانوا والديهم، وانما يعطيني وقت يهضر معايا يعرف شنو انا اشنو بغيت نقول ليه حتى الاخر، ماشي سمع مني جوج كلمات وقال لي صافي سيري تيبانوا والديهم.
هادشي اللي كاين. شكرا لك. ويا ربي مشاهدينا الكرام، هذه هي قصة فاطمة 34 سنة بشكل مختصر. العلاقة ديالها بالقصة أنه هذا الزوج صديق الأخ ديالها، والأخ ديالها اللي غتلجئ ليه الآن كاين في السجن. احتراما العلاقة ديالها بالصديق الأخ ديالها، وكذلك الزوجة ديالو اللي هي مختفية الآن كيسكنوا على جد مقربة منها، خدمات معها عندها معها علاقة طيبة، وكذلك صلة الوصل مع هاد السيد اللي هو الزوج ديال هاد السيدة المختفية اللي في حد ذاته صديق الأخ ديال فاطمة. نور 24 سنة شهر ما كاينش لها الأطار، دارت الإجراء القانوني باش ما يكونش عندها عدم التبليغ، راه بلغات. دورنا أن نوصلوا الرسالة بصدق وبأمانة، وهذه الرسالة للسيد والي أمن جهة الدار البيضاء. أرجوك كونوا منطقيين، نتمنى أن يتم بحث نزيه ودقيق في الموضوع لتبين الحقيقة أكثر حول ملابسات هذه القضية. أين هي نور 24 سنة؟ لأن من الأجهزة ومن الإمكانيات لفك لغز هذه القضية، واش نور 24 ساعة ميتة أو حية أو أمور أخرى؟ كذلك هناك جارة اللي هي صديقة فاطمة اللي غادي تشوفوها معايا في الفيديو المقبل، اللي غتعطيني القصة كذلك بالتدقيق. فينا واحد الزوج خليتي جوج ديال الوليدات سنة ونصف وسنتين اللي عندهم في العمر، لهاد السيدة ربي اللي علم بها، وهي مسكينة جالسة في هاد البيت على قد الحال، عندها أربعة ديال الوليدات كتبكي ليلة نهار، كتخرج مسكينة كتمشي تغسل الموعن في قهوة خدامة على قد الحال باش تربي دوك أربعة ديال الوليدات، ستيها مسؤولية على جوج الولاد. فين هي أمهم؟ واش نورة ميتة ولا حية؟ نحن لا نبالغ في الكلام ولا يمكن أن نصدر أحكاما في الموضوع، ولكن لنا حق في طرح أسئلة حول ملابسات القضية. نورة 24 سنة أعطتني تحليل منطقي، وكيعرفوا المغاربة بشكل كبير من سابع المستحيلات أن هذه الأم تسمح في وليدتها بهذه الطريقة، مسألة تنعرفوها، ولكن ممكن أن تبان أمور أخرى. نورة اختفت، الهاتف ديالها ما خدامش حوالي شهر. فينا هي نورة؟ النداء للسيد الوالي والشرطة القضائية لبحث نزيه ودقيق لتبيان الحقيقة. العنوان والادريس ورقم الهاتف ديالها غنوضعو في الشاشة للتواصل معها أكثر. فينا هي نورة؟ وهذا هو جوهر الموضوع، غبرات حوالي شهر. العنوان عندكم فين هنايا؟ التوحيد. هذه إقامة التوحيد. إقامة التوحيد. منطقة الرحمة. منطقة الرحمة. نعم. والاسم ديالك أنت فاطمة 34 سنة. هي اللي لقات في لحظة هاد الوليدات، فين هما هاد الوليدات؟ فين هي أمهم؟ نور 24 سنة، كيفاش غتخبر أسباب ومسببات الواقعة؟ الزوج شنو المعلومات اللي عنده؟ فين مشات مرتو؟ خليتي الساك، وعلاش خليتي لهاد السيدة بالضبط؟ خليتي ليها عقد الزواج وخليت ديالك مع المرأة، وخليتي ليها الحالة المدنية. هاد السيدة تحملت ما لم تتحمله الجبال، وهي في حسرة من أمرها. ربي تقد مسكينة مع هادشي اللي عندها هي. مشاهدينا الكرام، حطوا لا أطيل عليكم، تبعوا معايا الحوار مع الجارة اللي هي الصندوق الأسود اللي عشت معاه من الأول. تبعوا معايا.